معقولة فقرتنا لليوم تاج العافية خصوصا عند أطفالنا يلي اليوم عودة المدارس وبالفصول الانتقالية المناخية مثل فصل الخريف الرايحين فيه لفصل الشتاء بيكون في عنا العديد من الأمراض المعدية منها نزلات البرد وغيرها من الأمراض يلي ممكن الآباء والأمهات يشتكوا منها بالتزامن مع دوامهم المدرسي. وقد ايه مجدولين في امراض فعلا حتى نحن اذا هيك بنتذكر شوي بطفولتنا بنلاقي انها كانت بالنسبه لنا فوبيا، الجدري، النكاف، من الامراض يلي هي جدا فينا نقول انها بتنتشر بين الاطفال بالمدارس، الاسباب اكيد انه اعمارهم هي عم تكون مساعده على الاصابه فيها، اضافه لوجودهم مع بعض وانتشار العدوى كثير بسرعه، ما حنستفيد كثير فيها لانه اليوم مع ضيفتنا الدكتوره رشدة غستاني طبعا الاختصاصيه بطب الاطفال حنحكي اكثر وبالتفاصيل عن هالامراض المعديه، كيف بنحمي اطفالنا منها وبنقدر انه نحن نخليهم دائما بصحه جيده. اهلا وسهلا فيك دكتوره، نورتينا. اهلا وسهلا فيكم، يسعد اوقاتكم. اوقاتك يا رب، ان شاء الله هيك اطفالنا دائما يكونوا بصحه وخير وسلامه، خصوصا مع نصائح الاطباء والاختصاصيين. بالبدايه دكتوره حابين نعرف من حضرتك شو هي الامراض الاكثر عدوى عند الاطفال او المعديه عند الاطفال؟ هلا مثل ما ذكرتي بالمقدمه انه احنا هلا بفصل الخريف، يعني عدا عن انه هو تقلبات الفصل بتكثر فيها الامراض بوقت تقلبات الطقس عاده، انه نحن بلشت مع انه بدايه المدارس ونحن بنعرف انه المدرسه ليش بالذات انه هي بتكون بيئه مساعده لنشر العدوى بشكل كبير للامراض، لانه نحن في عنا عدد كبير بيجتمعوا بمكان واحد مغلق، احيانا الصف بيكون قليل التهويه كمان، هي الشغله بتاهب عندك الاطفال كمان انه بينسوا احيانا كثير، يعني يراعوا مواضيع النظافه انه بينسى يغسل ايده بعد اللعب بعد ما يطلع تماما عم يلعب عم يلتهب الاشياء كثير تماما، فانه هي بتاهب اكثر، هو عم يلامس الاسطح، عم يمسك بايده باب الصف، عم يلمس اكثر من شيء، فمثلا طفل واحد منصاب مسك ايد الباب نقل كل شيء وراه انتقلت العدوى، فمشان هيك نحن بنقول انه هي المدرسه بيئه خصبه لنقل الامراض. اذا بدنا نحكي على اللي سالتيني اياه اللي هو انه شو هي الامراض المعديه، الحقيقه في كثير امراض معديه. اول شيء حاب احكي عنه اللي هو الجريب او الانفلونزا، الرشح، هذا مو طبيعي، هذا اذا طفل واحد بالصف رشح او صابه الجريب انتقل للصف هذا عدا عائلته يعني كمان تماما من عدا انه نحن هلا يعني بوباء عالمي اللي هو الكورونا، ونحن بنعرف انه اعراضه عاده بتكون تشبه اعراض الانفلونزا والجريب بالرشح والتهاب البلعوم واللوزات والاعراض العامه اللي بتكون موجوده. دكتوره مع الانفلونزا الموسميه اليوم لانه نحن عم نريح بعض اللي بنشوفهم انه هو تغيير جو وكثير في رشح وانفلونزا، وهلا في حالات كثير كبيرة من هذا عم بين الكورونا والانفلونزا تماما عم تكون بأعراض تنفسية، أعراض رشح، سعال، حرارة، التهاب بالعوم، التهاب لوزات، عم تتطور أحيانا لالتهاب القصبات أو ذات الرئة، فنحن هدول كلهم هدول الأمراض الصدرية حاليا عم تكون منتشرة كثير وعم تنتشر أكثر بالمدارس. بالإضافة اللي ذكرته اللي هو عندك الجدري، النكاف، الحصبة، هدول الأمراض كمان ممكن أنه ينتشروا كثير بالمدارس، لكن الحمد لله اللي ساعدنا بهدول اللي ذكرتهم اللي هو اللقاح، أنه في لقاح، والحمد لله اللقاح كثير فعال ونسبته عالية لأنه يعطي مناعة للطفل. في عنا شغلات تانية مثلا التهاب الملتحمة الفيروسي، التهاب العين بيجي بيحمر عيون الطفل وبطالع العين مفرزات مثل اللي بنقول عنه جنجل، انه بيصير معه جنجل ولا مختلف، بيحمروا كثير العيون وبيطلع مفرزات وبيكون تكون العين حاكه وفي حرقه، فهاد بحك الولد عينه، حط ايده مثلا على الطاوله المكتب الصف كذا، انتقل للولد اللي جنبه كذا، يعني قابل للعدوى. تمام. بس بنفس الوقت دكتوره وقت عم نحكي عن هي الاصابات والامراض عم نربطها بالعمر، يعني انا هلا لما كنت عم اقول جدري ونكاف بنشوفها باعمار كبيره ولكن جدا قليله، يعني حتى بتكون كثير مزعجه لحدا تجاوز سن الطفوله انه تلاقي في عنده هيك هالتورم بسبب النكاف او حتى الجدري. حتى النكاف ما عاد شفناه مثل قبل لانه صحيح. يعني هو روتينيا انت بتعرفي باللقاح، يعني كل الاطفال بكرت اللقاح اللي عم ياخذوه بكل المستوصفات من البرنامج الوطني لوزاره الصحه مشكورين الحمد لله، عم يكون موجود فيه الام ام ار اللي هو لقاح الحصبه والحصبه الالمانيه والنكاف. دكتوره شو سبب الارتباط بين هالامراض وبين عمر الاطفال بسن المدرسه؟ يعني هلا بتبادر لنا هالسؤال. هلا المناعه الطفل
ومثل ما ذكرتي اللي هو التواجد التجمع بيأهب أكثر لانتشار هذا الموضوع. عندك كمان أنه إذا بدنا نكمل بالأمراض اللي ممكن تنتشر بالمدارس، عندنا في التهاب الكبد A وعندنا الحمى التيفية. أنا ربطتهم ببعض لأنه اثنين أعراضهم هضمية عادة. حتسألوني أنه طب كيف ممكن أنه ينتشر إذا نحن مثلا ما هو العدوى عادة هضمية فموية كذا، إذا ما أكل ما تشارك معه ذات الصحن وذات الكاسة، رح أقولكم أنه بالمرحاض بالحمامات المشتركة ممكن ينتقل التيفوئيد وممكن ينتقل التهاب الكبد A. فكمان هدول من العدوى اللي منتشرة للأسف في المدارس. كمان حابة أحكي عن الأمل، والأمل يعني شائع وممكن ينتشر كمان بسهولة بالمدارس بسبب كمان موضوع التلامس المباشر. وحابة هون بس صلح معلومة، ما تفكر الأهل أنه هو بينط أو بتطير، لا 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 لا، في تلامس تماماً. يعني راس طفل مع طفل أثناء اضطراب، في اضطراب تماماً. وغير هيك وما له علاقة بالنظافة الشخصية مشان ما تحسسوا الأمهات، ممكن أي طفل ينصاب فيه. هو يعني عدوى مثل ما نقول بالصف واحد ممكن إنه ينشر لأكثر من حدا وتنتشر. تماماً تماماً. بالنسبة للجدري يمكن هو من أكثر الأمراض اللي بنشوف فعلاً الأولاد، يعني واحد طلع له حبوب بنلاقي الكل بلش يطلع له حبوب وبينقل لأخواته العدوى وإلى آخره. أنواع الجدري شو هو؟ كيف بيصيب الطفل؟ هلا سؤالك انواع الجدري، في عندنا النوع القديم السابق اللي من فينا نقول من الثمانينات، الحمد لله انقرض وما عاد شفنا ولا حاله. هذاك الجدري كان اخطر حقيقه، وهن اثنيناتهم مسبب فيروسي لكن فيروس مختلف. الجدري عن الفيروس جدري الماء اللي بنشوفه هلا، عشان اصلح لك هذا فرق لك بيناتهم، انه نحن في عندنا الجدري اللي كان ينصاب سابقا خطير ممكن يؤدي للعمى والوفاة، نسبة واللي عمل أوبئة كثيرة. تماماً. عمل أوبئة كثيرة. عن جدري الماء أو له اسم ثاني الحماق اللي مسببه الفاريسيلي فيروس، فإنه الفيروس مختلف تماماً. هلأ هنا بيتشابهوا شوي بالطفح، بس حتى نمط الطفح ومسير المرض وحتى موضوع نحن بنعرف مشهور اسمه جدري المي، الحبة أو الحويصلات بتعبي سائل، كمان هداك بيعبي سائل، بس الفرق هداك بيتطور السائل لقيح، هون مجرد سائل وبتنشف الآفة. هنيك حتعمل حفر دائمة عميقة ممكن تسبب يعني نسبة كبيرة من العمى. وأنا شفت بالحقيقة، يعني أنا قبل حتى من زمان كتير كنت طفلة، شفت حالة لشخص منعرفه هو أعمى، فأنا أول سؤال أنه شو السبب هو هيك، وكان فعلا مميز وشه الحفر العميقة يعني الندوب اللي بوشه، قال هو كان بالطفولة منصاب بهذا الجدري. طبعا هذا الجدري اللي عم نحكي عنه بدنا نميز بالنسبة لموضوع اللقاح، أنه أي نوع هو اللي موجود ضمن اللقاح الثلاثي اللي بياخده الأطفال بسن المدرسة؟ هلا بالنسبة للجدري هو مو موجود ضمن البرنامج اللي بياخده روتينيا عنا للأطفال اللي بيقدروا ياخدوه بالمستوصفات. هو عادة يعطى عن طريق يعني بينعطى بالعيادات الخاصة، بيطلبوه يعني لأطفال معينين. هلا عادة احنا عم ننصح فيه كل الأطفال، يعني لنوه هو مو موجود روتينيا مشان ما يفكروا الأهل تماما، مو موجود ببرنامج وزارة الصحة بياخدوه بالمراكز الصحية، حصرا بالعيادات الطبية بيكون موجود. وأنا بنصح فيه كل الأطفال لأنه نحن بالذات يعني قبل ما يدخل على المدرسة أنه يأخذ اللقاح. هلأ فعاليته عالية، جرعتين كافية أنه تعطي مناعة، بالإضافة أنه نحن في نسبة أنه ينصاب الطفل بعد ما يأخذ اللقاح بالجدري، لكن حتكون الإصابة طفيفة جدا جدا، يعني يكاد يطلع حبة حبتين وبدون حرارة وبدون الأعراض الصعبة، لأنه الجدري أعراضه فعلا ما لها سهلة، مزعجة وما لها سهلة. وأنا شفت الأطفال اللي ما أخذين اللقاح مقارنة باللي أخذوا اللقاح بالإصابة، في فرق كتير شاسع بين اللي انصابوا. طبعا هو بداية بيجي بحرارة أول يومين أول 48 ساعة، أعراض مثل الجريب، رشح، سعال، إعياء، تعب عام، نقص شهية. ثاني يوم تبلش بقى بتظهر الطفح، وبيظهر بشكل كثيف، يعني ممكن احيانا يوصل ل 200 300 حبه ينتشر بالجسم، ما عدا الحكه المزعجه اللي ممكن حركت علي ذكريات الطفل. تماما. يعني انا ما بوعى الحاله لما صابتني الي، بس مثلا بوعاها لما صارت مع اختي اللي اصغر مني. فعلا كان مثلا في حاله من التاهب التام بالبيت، التعقيم الدائم، لا تحكي مشان ما تحفر، تتعلم الحبة. هذا السائل معدي، يعني هلا كثير شغلات حاحكي عنها. هو السائل يلي بيعدي مو بس مجرد التلامس معدي. تمام. السائل اللي جواته معدي، السعال والعطاس، يعني القطيرات التنفسية، إذا قعدتي جنبها عطست سعلت عم تحكي معك رزاز أثناء الكلام فهو معدي.
تمام. معدي، فلهيك نحن بنقول حصرا لازم يتغيب عن المدرسه. والمخيف فيه للجدري انه هو معدي قبل ظهور الطفح، يعني قبل بيوم يعني ظهور علامات تماما. يعني في حاله وانا شفتها انه بمدرسه صف مثلا طالب انتشر بالصف كله وبعدين للمدرسه كلها، على مبدا فتره حضانه. على فكره في 15 يوم او 10 ايام فتره حضانه، فتلاقي كل 10 ايام ظهر على طفل. تمام لانه عم ينتشر بين الاطفال. تماما. فهو نحن هذا السؤال اللي بنساله دائما، امتى بيعدي؟ بيعدي قبل بيوم من ظهور الطفح، وطالما الطفح موجود فهو معدي لحد ما تنشف ويظهر البثور. او هي اللي فوق بتبلش تنشف مثل انه راس الحبه ينشف. تمام. بينشف لحتى تظهر مثل البثور او القشور فوقها، هون بتبلش غير معدي. تمام. انا لا، تجربتي من زمان كانت بالمراهقه، فبتذكر كل هاي التفاصيل. صعب تكون جدا جاتي بعمر كبير يعني. هو بيجي بكل الاعمار. صحيح. ودكتوره، هاي الحاله من الاياء والتعب يلي انت بتقولي انه تعب ارهاق دنيا شتويه مثلا، هيك بتحسي بحراره بتقولي يلا شوي تقريب وبيمرقوا، بعدين بتتفاجئي بالاعراض. بس نحن كثير بهمنا نتوجه للأهل، يعني اليوم الأهل يلي حيشوفوا هالأعراض على أبنائهم، كيف بدهم يقدروا يميزوا الحالة؟ كيف بدهم هيك يترقبوها قبل ما خلينا نقول الطفل يدخل بالحالة المزعجة اللي حكينا فيها؟ هلأ بالبداية أنا برأيي أي ارتفاع حرارة أو بلش عند الطفل تظهر الأعراض، بداية نرجو من الجميع أنه يتغيب الطفل عن المدرسة عشان ما نفوت بموضوع جائحات، حتى يعني نحمي كل الأطفال. وبنفس الوقت هو الطفل بحاجة للراحة، يعني نص العلاج هو راحة فعليا، هو مسبب فيروسي. يعني ما في علاج مباشر، هو ما له بكتيريا لحتى نحن نعطي أنتيبيوتيك. فنحن نص العلاج هو الراحة بالمنزل، فأنا بنصح بهذا الشيء. نستشير طبيب، لأنه كمان في شيء مشابه للجدري اللي انتشر كثير وصار الامهات يعرفوا، اللي هو متلازمه يد فم قدم. فعم يكون كمان الطفح شوي بيشبه الجدري لكن اماكن انتشاره مختلفه. ننتبه موضوع اللقاح، يفضل قبل مثلا نحن، هو بينعطى من عمر السنه. اذا حابه الام تاخره، بس انا ينعطى قبل ما يدخل على الروضه او الحضانه، انه تعطيه افضل، لانه احسن ما انه ينصاب فيه. تماما. دكتوره، فتره حضانه هذا المرض بالنسبه للطفل قديش، كم يوم ممكن تتم؟ الجدري عاده من 10 ايام الى اسبوعين، 14 يوم من التعرض. والنظام الغذائي المتبع بيتغير بالنسبه للطفل؟ لا، ما في داعي لانه نغير نظام غذائي. ممكن مثلا التفؤيد او تمام الثانية. ممكن انه نحن يعني ما في مشكله نعطي سوائل، بس بننتبه موضوع الاسبرين، وما عاد تستخدم اصلا مشان موضوع متلازمه ري اللي بس ما ينعطى للاطفال. تماما، انه ما ينعطى، نعطي بنفضل السيتامول الشيء الامن. ممكن نعطي معقمات، ممكن نعطي لوشن يخفف الحكة. المعقمات بنعطيها لسبب انه ما يصير في انتان ثانوي، هو نحن بنعرف الجدري فيروسي، لكن ممكن بسبب حكة الطفل انها تلتهب وتعمل انه تيجي عليها بكتيريا ويصير التهاب ثانوي، او تخليها تجف. يمكن هي في محل معين انه تجف الافه، نوع من التعقيم. ومن الا للام كمان الاسئله الشائعه انه فيني حمم الطفل؟ فيه تحمم الطفل، ما في مشكله، لكن تعزله قدر الامكان، ما يعدي اخواته. ممكن تليفه لانه ولد، لانه يعني مو لهالدرجه، ما يكون شيء. تمام، مشان ما يخرش الجلد. يخرش. تمام. بحط ملاحظه اذا في حامل بالبيت منخاف، لانه هو مشوه للاجنه بسبب اجهاض. ننتبه لهذا الموضوع، يعني ينعزل الطفل المصاب لحتى ما يعدي حدا. كمان نعزل كبار العمر، لانه هو ممكن يرجع يصيب كبار العمر. نحن اذا انصاب بالطفوله ممكن يرجع هو الفيروس يكون كامن بالخلايا العصبيه، يرجع يظهر عنا بالمعروف اللي هو زنار النار، الحلق اللي هو يعني نسميه نطاقي. تمام. الحلق النطاقي اللي هو نفسه زنار النار، نفسه هو الفيروس، بيكون كامل بيظهر عند كبار العمر بشكل مثل الشريط على مسير عصب معين بالخواصر، ممكن عند الكتف. وبالحقيقة كتير مزعج ومؤلم، يعني وشائع موضوع الحكي يعني. مؤلم تماما وشائع كتير عند كبار العمر بالحقيقة. يعني كل الشكر لك دكتوره، قد ايه الحديث فعلا يعني ما حسينا فيه، وقد ايه في تفاصيل ونصائح فعلا نحن بحاجه لها، الاهالي بحاجه يعرفوها، وايضا الاطفال بطريقه لطيفه ومحببه لازم توصلهم، لانه بالنهايه المرض اي طفل معرض له، اي انسان معرض له، خاصه هلا بسن المدرسه. بس يمكن ينبسطوا ويروقوا الاطفال انه يقعدوا بالبيت، هي الملاحظه بعتقد كثير بتلاقي صدى ايجابي عندهم. كل الشكر لك دكتوره رشا، نورتينا.